والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد شكرا لكم وشكرا اليوم في مدينه المصير وشكرا على الاستضافه بالنسبه للمدرسه الوطنيه للمهندسين للمنستير ويدي تجاوز المرتبة 136 في العالم لتنطلق لتصبح الدولة الأولى في العلم والثانية في الاقتصاد في 65 سنة فقط. هالقفزة هذه ترافقت كذلك بتحول جذري في عدد من الدول كما سويسرا، السويد، النرويج، فنلندا، كندا، ألمانيا المتحدة، ألمانيا الغربية سابقا، العملاق الكوري الجنوبي، الصين، سنغافورة، ومن حسن حظنا اثنين من الدول المسلمة ماليزيا وإندونيسيا. بالنسبة لنا اليوم وقت نقرأه في الانترنت ولا نتبعه في الحديث اللي يتقال خاصة لدى الشباب نكتشف كلمة يقول لك الكوكب الآخر، الكوكب الشقيق اليابان. وقت يتكلم يقول لك ناس غير طبيعيين، وقت يتكلم على اليابان يقول لك اليابانيين هذوما ناس ما همش كيفنا. مش نكتشفوا طيلة المحاضرة أن اليابانيين صحيح أنجزوا، لكن الإنجاز متاعهم اعتمد على تدريب النفس.
بخمسة قواعد استراتيجية. هالخمسة قواعد الاستراتيجية نجم نقولوا أن اليابان نشحت، وهي حاجة يعني خرافية إذا هي كانت نشحت وحدها، لكن نجاح 10 دول بنفس الصفة مع اختلاف المناخ والتضاريس والتاريخ والإمكانيات يؤكد على أن الإنجاز لا يعود إلى الياباني بل يعود إلى الاستراتيجية المتوخاة. واضح؟ هنا بالنسبة لنا احنا مش نشوفوا مع بعضنا أن الاستراتيجية هي اللي كانت السبب وراء نجاح اليابانيين وليس قوة اليابانيين. بالنسبة لليابان مش ننطلقوا منها على خاطر أنموذج متميز، مش نحاول نظرا لضيق الوقت نستعجل شوية، لكن نحاولوا إبراز نقاط مهمة جدا اليوم. واحنا قدامنا اليوم أكثرية مهندسين، بالنسبة لي لكم اش تنتظروا من المستقبل وهل بإمكاننا إحداث الفارق في فترة وجيزة؟ التجربة تؤكد أن دولة كما دولة ماليزيا 1981 ترتيبها 146 في العالم، 2004 23 سنة فقط تنتقل للمرتبة 9 في العالم. هالتغير هذايا يؤكد مهاتير محمد رابع رؤساء الماليزيين على اعتماده على القاعدة الاستراتيجية اليابانية، وهي تدريب النفس بخمسة قواعد متاحة اللي مش نشوفوه مع بعضنا. فأكيد جدا هنا اللي يحب يحلم بمستقبل واعد لأي دولة ما يجمش يمر إلا وأنه يغزر لهذا المثال في تدريب النفس. اليابان، اليابان بالنسبة لنا حسب التاريخ وقت نقولوا الدولة اليابانية نعرفوا أن الخريطة بالنسبة للعالم قبل ما كانوش يعرفوها كروية الشكل، فكان عندهم المغرب الأقصى هو آخر حاجة في المغرب، ما كانتش أمريكا معروفة، وآخر حاجة عندهم في المشرق هي اليابان. فاليابان بالنسبة لهم يعتبروها مصدر الشرق، وكلمة يابان تعني مصدر الشرق باللغة اليابانية. وبالنسبة للشمس وقت تطلع، الشمس وقت تطلع في الشروق كيفاش تطلع؟ تطلع الفون أبيض وقرص يبدأ أحمر متوقد، وهكي هو المعنى متاع العلم متاع اليابان. ياسر ناس يتسألوا شنية هالقرص الأحمر في وسط مساحة بيضاء، فهي تحمل يعني شروق الشمس، معناها معنى متاع شروق الشمس. اليابان هذه دولة مشكلتها متعددة، عندها مشاكل بالجملة. النقطة الأولانية 3000 جزيرة، بالتالي أرخبي تضاريسها صعبة للغاية، يعني باش تنتقل ما بين جزيرة وجزيرة يلزم تكون عندك يا معناها جسور يا إما باخرة ولا سفينة باش تنقلك، فهنا الاتصال والتواصل صعب جدا. اثنين، اليابان لا تحتوي في داخلها على أي موارد طبيعية، لا عندها بترول، لا عندها غاز، لا عندها ذهب، لا عندها يورانيوم، لا عندها فوسفات، وبالتالي ما تجيش تقول لي كما قطر ولا كما البحرين باتوا في حال صبحوا في حال، ما لهنا ما نحكيه على مخزون في وسط الأرض. ثلاثة، فيها 159 طائفة مختلفة اختلافا كليا عرقيا دينيا وحتى لغويا. هال 159 طائفة دخلوا في حروب أهلية، فالشعب الياباني شعب مفكك يكره بعضه كيفية رهيبة جدا. دخلوا من سنة 1850 إلى سنة 1930 في حروب أهلية. الحروب الأهلية هذه أدت إلى مقتل 20 مليون ياباني وإعاقة 6 مليون ياباني وتشريد ما يقارب 34 مليون ياباني، إضافة إلى تدمير البنية التحتية اليابانية. اليابان عندها مشكلة أخرى بالنسبة لأي دولة وهي الكثافة السكنية، فالأرض متاع اليابان اللي تقريباً ثلث مصر، خذ أنت مصر تقريباً ثلثها، لكن عندها مشكلة أن 75% تقريباً من الأراضي اليابانية غير صالحة لا للسكن لا للزراعة لا للاستعمال، فهي أراضي غير قابلة للاستعمال، وبالتالي الأرض اللي صالحة للاستعمال تقريباً قد تونس. وبالرغم من ذلك شنلقاو فيها
السكان 128 مليون، وبالتالي إذا نعتمدوا المساحة هكية الصالحة تعتبر أكبر كثافة سكنية في العالم أكثر من الصين. هذه مشكلة في حد ذاتها لأي دولة، يعني عندك سكان أعداد كبيرة جدا، دولة ما عندها حتى مورد، ظروف جغرافية صعبة جدا، وتشتت في النسيج المجتمعي متاعها، 159 طائفة. به تضاف لها لهذا الكل أن اليابان دخلت في الحرب العالمية الأولى والثانية، وانتهت بالمصيبة الكبرى في تاريخ الإنسانية في العصر الحديث، وهي إلقاء قنبلتي ناكازاكي وهيروشيما اللي أدوا إلى تدمير جزء كبير من اليابان. وخرجت اليابان سنة 1948 مدمرة تدميراً كاملاً. ركزوا هنا شوية، 92% من البنية التحتية مدمرة تماماً، يعني تمشي في البلاد الركام فقط، لا ثم جسور، لا ثم مواني، لا ثم مطارات، لا ثم مدارس، لا معاهد، لا كليات، لا مؤسسات، ما ثم شيء. يعني تجم تمشي لمدة 5-6 كيلومتر باش تلقى بنية، الباقي كله ركام، ركام مع أرض ما فيها حد شيء، مع شعب مفتت مهمش. 80% من الشعب الياباني 1948 تحت معدل الفقر. إيش معناها؟ الياباني 1948 يأكل في الورق متاع الشجر، يشرب من ماء البحر، يوصل بالجوع ياخذ الطين ويأكله باش يملى البطن متاعه. إضافة إلى ذلك، بالنسبة لليابانيين عندهم مصيبة أخرى، 70% من الشعب الياباني جاهل، على خاطر عاش 100 سنة في الحرب، فما ثماش لا علم ولا هم يحزنون. تصور أنت مش تحارب شعب جاهل وفقير ومعدم مع بلاد مدمرة تماما، اش قولكم لو كان هزوا واحد تونسي بالنفسية متاع 2014 اللي نهارت اللي يخرج لبلاده يقول لك البلاد كارثة وتهز ترميه في اليابان، شنية النتيجة؟ اش مش يقول؟ ممكن يقتل روحه. إضافة إلى ذلك، وكأنه الله سبحانه وتعالى حب يعلمنا درس، والدرس هذايا نستخلصوه فيش في أن اليابان وقت حبت تطلع 1948 تلقى روحها تحت الحماية الأمريكية، فأمريكا اش عملت لها؟ 7 سنين أمبارغو توتال، ممنوع أنك تبيع تشري تتعامل معها، سكرت عليها اللعب تماما. والصورة هذه لهيروهيتو إمبراطور اليابان في الوقت هكايا، واللي هو يعني كان له الفضل في الصحوة اليابانية، هالإمبراطور هذايا يصحح هنا إمضاء المعاهدة متاع الحماية الأمريكية، وقدامه شكون بعثوله باش يصحح معاه؟ ضابط عادي، وشرطوا عليه باش وقت يصحح يصحح هو واقف، على خاطر تعرف اللي صح هو واقف مش ينحني. والصورة هذه فيها مذلة كبيرة، إمبراطور اليابان منحني أمام ضابط عادي أمريكي. الصورة هذه مش نلقاوها في جميع المؤسسات اليابانية. التلميذ وقت ما يخدمش تمرينه، الطالب وقت يعيط على أستاذه، الموظف وقت يدخل مخر يغزله يقول له تحب ترجع بينا لهذا؟ فكانت هذه نقطة انطلاق. إضافة إلى ذلك، مرة أخرى الله سبحانه وتعالى يحب يعلمنا درس، على خاطر اليوم عندنا حالة من القنوط الغير مبرة، وحالة من اليأس اللي من المفروض ما تصدرش من شعب يؤمن بالله سبحانه وتعالى. من المفروض بالنسبة لنا احنا نلقاو اليابان ابتلاها الله سبحانه وتعالى ب 120 زلزال في العام، معناها انت مش تبني والزلزال يهد، واضح؟ الزلازل متاعها هنا توصل إلى 9 على سلم ريشتر، يعني عندها قدرة تدمير مدن بالكامل في لحظة واحدة. بالنسبة لليابانيين تدمير كبير جدا، أنت تبني والزلازل تهد، كارثة مصيبة كبرى بالنسبة لأي دولة تحب تبني. شوفوا هونيكايا بالنسبة لنا، مدينة تأسست سنة 1994 قد المنستير تقريبا 7 مرات، تهدمت كليا في سنة 2004 إثر زلزال اضربها. إضافة إلى ذلك، مازال الخير،
إضافة إلى ذلك ابتلى الله سبحانه وتعالى اليابان بتسونامي كل 3 سنين. تسونامي يعني زلزال يتحل في البحر يجبد الماء من الشط ويرجع في شكل أمواج. الأمواج هذه توصل للعلو متاعها 40 متر والسرعة متاعها 200 كيلومتر في الساعة. الكلكم تتذكروا منذ 16 شهر التالي التسونامي اللي ضرب اليابان وقام بتدمير 2 من أكبر المدن على الساحل الياباني. وبالرغم من ذلك 16 شهر التالي زوز مدن مدمرة تدميرا كاملا. اليوم أفريل 2014 80% من المدن هكية وقع إعادة بنائها على أحدث طراز. شوفوا هوني كيف النفس معلق القناة الثانية اليابانية. نشوفوه هوني كيف في وسط المعمعة متاعة السونامي وهو يقوم بالنقل المباشر للقناة. ما هوش هوني علاش عندهم تدريب نفس. شوفوا هوني كيف احنا ساعات الواحد يخرج يلقى شوية مطر 30 سنتيمتر يرجع 3 أيام ما يخدمش. بالنسبة لهم يخرجوا هكا بعد 6 ساعات من تسونامي الأماكن اللي مازال فيها قدرات متاع عمل رجعوا يخدموا. بعد 6 ساعات الشعب كامل يقوم برفع الأنقاض وإعادة البناء. السيدة هذه اللي نشوفوها اللوطة بالنسبة لنا السيدة هذه أستاذة جامعية. المرأة هذه قدامنا هنا المنزل متاعها مدمر وراها تماما وقدامها الجثة متاع 2 من أبنائها. اليوم بعد 4 سنوات عودة إعادة بناء المنزل في نفس المكان. اليوم كاتبة دولة لوزارة التجهيز ولديها طفلان 2. واضح الفكر. فكر بالنسبة لهم قدرات كبيرة جدا في تنمية القدرات البشرية. الكلنا نسمعنا بالتسرب النووي اللي صار إثر انفجار المفاعل النووي فوكوشيما باليابان من جراء التسونامي اللي صار. تشيرنوبيل وقت صار فيها الانفجار إلى يومنا هذايا 40% من التسرب مازال موجود والأوروبيين بقدراتهم الكل ما قدروش باش يتحكموا فيه. في اليابان تسرب فوكوشيما اليوم بعد 1.5 سنة تمكنوا من أنهم يتحكموا في 90% من التسرب. إيش عملوا؟ هنا قدرات كبيرة جدا. بالنسبة لهم في تشيرنوبيل كانت عندهم مشكلة. شكون هما مهندسين الطاقة وشكون مهندسين الذرة اللي مش يدخلوا في قلب المفاعل؟ تعرفوا وقت واحد انفجار نووي مش تقرب له معناه اللي مش يقرب مش يتحرق يموت. وحتى اللي مش يمنع مش يمنع بسرطان في فترة وجيزة مش يموت خاطر مش يضرب له اللوسيميا يعني سرطان الدم في فترة وجيزة 6 شهور 7 شهور مش يموت. بالنسبة اليابان ما لقاوش الإشكالية. علاش؟ هما في الكل عندهم 107 مهندسين طاقة وذرة. 107 شوية بالنسبة اليابان. باش انت تكون مهندس بالحجم هذايا تحب لك سنين وانت تصرف عليه وتعب عليه. شكون هما اللي تقدموا وضحاوا بروحهم؟ 13 من الناس اللي خدموا واللي يكملوا اللي هما في التقاعد ليروتريتي. قالوا احنا بالنسبة لنا كملنا وما عندناش مشكلة واحنا نضحيه. اما الشباب ما يموتش. منعوا الشباب انه يقدم ودخلوا هما ووقفوا التسرب وقضوا نحبهم ماتوا غادي كايا. لكن بنتيجة انهم احماوا دولة كاملة من كارثة بيئية خطيرة جدا. بالنسبة لنا مازال الخير والله سبحانه وتعالى هنا نأكد على النقاط هذه. يعني تدريب النفس القيمة متاعها ابتل الله سبحانه وتعالى اليابان ب80 بركان في العام. اش قولكم تو؟ بلاد كيف هذه 1948 ترتيبها 146 في العالم تتحول للأولى في العالم في العلم والثانية في الاقتصاد تو؟ اش عملوا؟ ما عندهم شيء يراهم لا بترول لا حد شيء. الامبراطور هيروهيتو انطلق في بناء الدولة. هيروهيتو انطلق في بناء الدولة الحديثة 1947
خمم في بناء الدستور وإعادة هيكلة الدولة. أما الدولة على أنقاض. اليوم اليابان قدرة كبيرة جدا، أروع مدن في العالم، قدرات لوجستيكية كبيرة جدا. وقت نأخذ قطارات اليابان مثلا، قطار اليابان بالنسبة له يسير 300 كيلومتر في الساعة. وقت يمشي 300 كيلومتر في الساعة مثلا متعدي من صفاقس لتونس ومش يتعدى على السوسة، إيه؟ ما يوقفش، واضح؟ ينقص شوية السرعة متاعه وما يوقفش، إيه؟ وتلقى ناس هبطت وطلعت، واضح؟ يعني فيجونات راكحة فوق القطار ويطلعوا فيها ناس، وتلقى فيجونة قعدت في المحطة وفيجونة الأخرى مشات. بالنسبة لي لهم القطارات هذوما سرعة رهيبة فائقة، يعني ما عادش تسمعوا ولا لا بالقطارات الرصاصة اليوم اللي وصلت السرعة متاعها إلى 500 كيلومتر في الساعة. إيه؟ وزير المواصلات الياباني هو والمجموعة متاعه منذ بضع أشهر يقدموا استقالتهم في تقديدهم للتقرير السنوي للوزارة متاعهم. علاش؟ رسموا هدف لمعدل تأخر القطارات في اليابان فلم يصلوا إلى ذلك الهدف، فأعلنوا أنهم غير مؤهلين باش يواصلوا المشوار وقدموا استقالتهم. علاش؟ رسموا معدل تأخير القطارات سنويا، رسموا الهدف 6 ثواني، وصلوا كان شيء لتسعة، 9 ثواني قدموا استقالتهم، واضح؟ يعني بالنسبة لي لهم مصيبة. ملاحظة، الوزير والمجموعة متاعه كانوش يجموا يترفقوا في التقرير تهوما متاعهم هما ويخرجوا روحهم وصلوا 6 ثواني، فما شكون مش يراقبهم؟ كانوا هكا ولا توا؟ تصور انت واحد عمل هو البحث وعمل هو عنده هو التقارير، يجم يبدل ولا ما يجمش؟ يجم، لكن عندهم الصدق تو نراه القيمة الثابتة بالنسبة لهم في هذا المجال. بالنسبة لهم الأبناء متاعهم مش يهزوهم في 300 كيلومتر في الساعة، يخافوا على النفسية متاعهم على خاطرهم يقوموا بتدريب النفس. فاش نلقاو؟ نلقاو في وسط القطارات نلقاو فيجونات خاصة بالأطفال. الفيجونات هذية الشبابك متاعهم ما يوريوكش اش قاعد يصير البرة، بل يشوفوا صور متحركة، يشوفوا أي حاجة أخرى. وإذا يحبوا يدخلوا البيت الخلاء المراحيض متاعهم، هذه مراحيضهم في القطارات. بطبيعة الحال هنا مش نلقاو قدرات لوجستيكية رهيبة جدا على مستوى شبكة الطرقات. شبكة الطرقات في اليابان وصلوا اليوم اللي قاعدين يصنعوا فيهم، وصلوا منهم كليماتيزور ومنهم شوفاج. لويه وقت يصب الثلج يزمو يذوب، وقت تبدا الدنيا سخونة ياسر العجل يزم يمشي يتكلاتيو. اليوم الطرقات متاعهم فيهم دي سيستيم دو ريغولاسيون دو فيتيس، فيهم دي سيستيم دو تيموانياج، وفيهم دي سيستيم دو نيتواياج. تو نشوفوهم الارض متاعهم تخرج منها قنوات تطهيريه، والماء هكا هو بيدو بعد ما يهبط وينظف الكياس يترسكل ويعود يطلع دون ان سيركوي فيرمي. بالنسبه لي لهم الطرقات، تصور انت تو هذا الطريق، تحت الطريق اعمل اللي تحب، معناه عندك القنوات تطهير وقنوات اللي تحب، اما ما تمسش الكياس، واضحه؟ يعني اللوطه مدينه كامله تحت الطرقات، المهم الفوق لا، ممنوع بالنسبه لهم، ويعملوها بالخرسانه المسلحه، يعني اسمنت مسلح بالنسبه للكياسات، ما ثماش هذا كياس يتنقب يتكسر. بالنسبه لهم هنا قدرات رهيبه جدا، الجسور متاعهم قدرة التحول متاع جسر توصل 4 أمتار، يعني الجسر يجم يعمل موفمون في بعض الحالات ل 4 متر، يجم واحد يتخيلها، يعني قدرات كبيرة ياسر، عنده طاقة استحمال 9 على سلم ريشتر، على خاطر بلاد متاع زلازل، ما يجمش يبني لك جسر من هذا النوع وغدو يلقاه مكسر، غير معقول. بالنسبة لي لهم قدرة رهيبة جدا في التحكم في المساحة، ما هو قلنا ما عندهمش أرض، إيه؟ مش يبنيوا عمارة، مش يبنيوا عمارة، مش يعملوا مؤسسة، وين مش يحطوا الكرهبة هذوما؟ هما كل واحد فيهم عنده كرهبة، هذوما المآوي متاع
سميهم المواقف الذكية. المواقف الذكية مش أنت مش تطلع كربتك راهو، لا، تدخل أنت كما هنا، دخل الكهرباء متاعك، تاخذ رقم وتمشي. الكهرباء متاعك أوتوماتيكمون مش تلقاها في 18 ميتاج، واضح؟ بعد أنت وقت تجي تمد البطاقة متاعك، تهبط لك السيارة متاعك في ديريكسيون دو سورتي، أنت تدخلها في ديريكسيون دونتري وتخرج لك في ديريكسيون دو سورتي. شوفوا هناك الآليات كيفاش يقع عملية توزيع السيارات. قدرات كبيرة جدا في هذه المدرسة الوطنية للمهندسين في طوكيو، واضح؟ بالنسبة لهم قدرة رهيبة جدا في صناعة المداخل والبناء لتحمل الرجات الأرضية. بالنسبة لهم مش نلقاو الأراضي الصالحة للزراعة قليلة، فيحاولوا استثمارها بكيفية رهيبة جدا. لو كان ناخذوا الشركات والمؤسسات بالنسبة لليابان، خمسة أقوى شركات في اليابان، يعني إحنا لو كان ناخذوا الدين الخارجي التونسي 260 مليار دولار، يعني تويوتا وسوني في عام يخلصون الدين الخارجي متاعنا. مؤسسة كيما هوندا 90 مليار دولار، ينتظر أنه من هنا ل 15 سنة يصل الرقم متاع معاملات متاعها 900 مليار دولار. علاش؟ لصنعها لهذا الرجل الآلي أزيمو. ما عادش سمعتوا به ولا؟ الرجل الآلي أزيمو هذايا اللي هو في حجم طفل بسن 14-15 سنة، عنده وزن 54 كيلو وعنده قدرة سير بستة كيلومتر في الساعة. السيد هذا عنده قدرة فعل 2 مليون معادلة في الثانية، يتكلم، يسمع، يحس درجة الحرارة، يجي يعوض 500 خدام. هنا لمبة حمراء للخدامة في تونس. السيد هذا لا يأكل لا يشرب، ولا يدخل بيت الخلاء، ولا يستعمل البورتابل، ولا يبعث سيرتفيكا ميديكال وهو لباس عليه. والسيد هذا ما يوقفش يعمل لك اعتصام، وما يمشيش يقرب لك، وما يمشيش يمرض لك، وما عندوش كونجي، وما يرتاحش، يخدم 24/24. الحاجة الوحيدة يتشرجة بالكورون، أظن يمثل خطر. السوم متاعه مليون دولار، ينتظر أنه يصل السوم متاعه من هنا لسنة 2015 400,000 دينار. إذا وصل 400,000 دينار، نتوقع دخوله بكيفية كبيرة ياسر في المؤسسات العالم العربي والإسلامي. وهنا زيد خمم على الشوماج، هذا كل يزمنا نقراوه ونعرف إيش قاعدين قادمين عليه. على خاطر اليوم عندنا قدرات كبيرة جدا. اليابان بعد تنحطوا عند الخيان لسيبور اللي يحب يدخل في المفاجأة اللي مش تتشاف توا. بالنسبة ليهم الامبراطور الياباني حب يصنع الدولة متاعه، حب يقدم الدولة متاعه. ايش عمل؟ مش يصيغ دستور، لم يلتجأ لعلماء سياسة، لم يلتجأ لعلماء اقتصاد، لم يلتجأ لعلماء اجتماع، بل التجأ لعلماء تاريخ، لأن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الأخبار وفي باطنه نظر وتحقيق. لمد 200 عالم تاريخ وقللهم لو جولي في التاريخ تلقاوشي تجارب استطاعت الخروج من الأزمة هذه، واستطاعت أن تقفز قفزة نوعية بالنسبة لنا. بعد شهر من البحث جاوه قالوا له سيد الامبراطور يؤسفنا إبلاغك أن الدولة متاعك هذه ما تقوم لها قيمة كانشي بعد 300 سنة. اللهم لقينا تجربة واحدة يتيمة في تاريخ البشرية، استطاع شخص واحد بتدريب النفس أنه يقلب معطيات أمة كانت في صحراء قاحلة ليس لديها موارد، في الجهل، في الجاهلية، في الضعف، في الاستعباد، أن تصبح الأمة الأولى في العالم لعشر قرون طالما كانت مواظبة على تدريب النفس. ثم بتخليها على تدريب النفس سجل التقهقر ورجوع إلى الحضيض. قال لهم من هذا العبقري؟ سماوه العبقري. قالوا له محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل هذا العبقري؟ قال لهم ملاحظة الكلام هذا تلقاوه موثق في دستور اليابان، معناها مش تلقاو أحد المصادر الأساسية للدستور الياباني محمد صلى الله عليه وسلم. في الدستور الأمريكي القضائي العسكري شنو نلقاو؟ نلقاو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أحد أهم مصادر التشريع في الدستور
الأمريكي 1935 المصدر متاعه. وفي مدخل المحكمة الدستورية الأمريكية تلقى رخامة بالبند العريض مكتوب فيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أحد أهم مصادر تشريع إنساني في العالم. بالنسبة لهم قالوا له ماذا فعل؟ قال لهم لقد قام بإدخال القياديين متاعه اللي هم الصحابة رضوان الله عليهم اللي أعدوهم 70 حسب بعض الروايات و80 حسب روايات أخرى. وين خلاهم؟ في تربص مغلق، ستاج بلوكي، سكر عليهم. تحبوا يسيبهم وهما كانوا أمس في الأيام يعبدوا في اللوثان، أمس في الأيام يشربوا في الخمر، أمس في الأيام يقطعوا في الأرحام، ما يجمش يدخل بهم مش يفتح العالم. شنو الحل؟ وضحهم في دار الأرقم بن الأرقم. فدار الأرقم بن الأرقم هي المدرسة الأولى في تدريب النفس في العالم لمدة 3 سنوات سكرين. شي يعملوا؟ يحاربوا في النفس. يقول الصحابة رضوان الله عليهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملينا. يفرغنا من شنو؟ من دنس الدنيا، من حب الدنيا، من حب الذات، إلى 5 قواعد استراتيجية. هم بوذيين فهموا الدرس، هم بوذيين اخذوا بال5 قواعد الاستراتيجية، فكانت النتيجة النجاح المنقطع النظير. عليه على خاطر قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين إن الله يحكي على ذاته الكريمة العلية، إن الله لا يغير ما بقوم، وهنا كلمة قوم وليس بالمسلمين، مهما كانت دينتهم، مهما كانت الطائفة متاعهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مش برؤسائهم، مش بأحزابهم، مش بقياداتهم. فهنا بالنسبة له كانت ثورة في عالم الإنسانية. عليه لأنه رحمة للعالمين وليس للمسلمين فقط. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتدى على أثره إلا وكان النجاح حليفه. وهنا بالنسبة لنا مش نشوفوا هال5 قواعد الذهبية اللي للأسف نلقاهم بقوة في اليابان، في ماليزيا، في أندونيسيا، في ألمانيا، في كندا، في سويسرا، في النرويج، ونلقاهم في الحضيض في تونس، في مصر، في السعودية، في دول المسلمة. من تدعي الإسلام وهي بعيدة عن الإسلام. يذكرنا قول الشيخ شيخ الأزهر محمد عبدة عندما ذهب في يوم الأيام سنة 1901 إلى باريس لافتتاح مسجد باريس الثاني، فبهت من أخلاق والتربية والرقي في العالم غديكية. وبالرغم أن فرنسا تعتبر متأخرة جدا في مجال تدريب النفس، فعاد إلى مصر ودخل يوم الجمعة، وعند صعوده على المنبر صعد درجة واحدة وطلب من النقيب باش يقيم الصلاة، فبهت المصلين وبعد وقف باش يخطب قال لهم قد تستغربون لما لم أصعد فوق المنبر، فإنني أستحي أن أصعد فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا خن الأمانة فلم نؤدها حق قدرها. لقد كنت في بلاد أحسبهم كافرين فوجدت الإسلام ولم أجد المسلمين، وعدت إلى ديار الإسلام فلم أجد الإسلام ووجدت المسلمين. الحديث قياس. واليوم بالنسبة لنا اليابان مثال في ذلك. اليابان قدراتها التنمية البشرية اللي تسمعوا بها ديفلوبمون بيرسونيل الكل يرتكز. شنو من ركائز الدستور الياباني؟ أولا الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأخلاق بالنسبة لليابان وال10 دول هذوما قاعدة ودستور دولة، من يخترقها يتعاقب بالقانون. يعني تجم تلقى روحك في الحبس على خاطرك غير متخلق. التوطئة متاع الدستور
الياباني. احنا في تونس قعدنا 8 شهور باش نكتبوا توطئه نتاع الدستور. التوطئه نتاع الدستور الياباني فيها 8 هذوما 7 سطور فيها 10 قواعد: الاستقامه، الشرف، الاحترام، الصدق، الشجاعه، البر والاحسان، الولاء والاخلاص. من يخترق القانون يتعاقب، عندهم 7 عقوبات. العقوبه الاولى فلوس، العقوبه الثانيه فلوس فوا دو، العقوبه الثالثه فوا دو، العقوبه الرابعه السجن 6 شهور، الخامسه السجن سنه، السادسه السجن سنتين. بطبيعه الحال اذا عديت سنه كامله وما عملتش غلطه يفسخوها لك، يعاود ترجع من الاول جديد. واذا وصلت للعقوبه السابعه يقع تسليط اقصى عقوبه في اليابان، وهي سحب الجنسيه اليابانيه. بالنسبه لهم يقول لك ما نعترفش به هذايا، لا يفسد، واضح يعني لا ينفع العقار فيما افسده الدهر. يقول لك هذايا ما يجيش ياباني. وقت نقولوا استقامه ايش معناها؟ معناها انا بالنسبه لي مش نشق كياس في اليابان، مش نشق كياس في اليابان، ايش مش نعمل؟ انا تو مش نمشي من المفروض نشق على الخطوط البيض هكا ولا، ويلزم الضوء يكون عندي اخضر وهنا عندي احمر الكلاب، نجم نشق ولا تو نشق؟ اذا تشق وانت معوج هكا انكليني، تلقى بوليس يستنى فيك يحضر لك محضر، تجم تدخل الحبس على خاطر الشقه هيك. علاش؟ حيتك شقيت الكياس معوج، لان القانون الدستوري الياباني يحتم عليك انك تمشي مقوم. معناها السكير في اليابان، السكير في اليابان يوقفوه حيتو يمشي معوج مش حيتو شارب، واضح؟ بالنسبة لهم وزير الاقتصاد الياباني السنة الماضية هو قاعد يعمل في انترفيو في القناة الثانية اليابانية، هو بداي الكلام نتاعو ما هوش، وهو اون لايف على المباشر يجيوه زوز اعوان بوليسيه قالوا له نعتذر سيد الوزير مش نقتطعوا من وقتك دقيقتين، قال لهم تفضلوا، قال لهم ماشي نعملوا لك عقوبه اون لايف. علاش؟ على خاطرك لست مستقيما، الغدوه قدم استقالته، واضح؟ الاحترام اي تو مش نعود نشق الكياس، نشق الكياس ونمشي على الخطوط البيض، الضوء عندي اخضر والضوء عند الكرهب احمر، ومش نمشي مستقيمه، نلقى بوليسي يستنى فيا، اش فما؟ مخترق قانون وعقوبه. علاش؟ لان الشرط في اليابان الاحترام، فيزمك انت وانت شاقك تعمل هكا، شرط، واضح؟ متفقين؟ احنا بالنسبه لنا يشق في وسط الكياس وهو خارج من الجامع ومتعدي ويعطل الناس الكل، زمر له كرب اني قاعده هكا ولا؟ اذا هنا بالنسبه لهم الشرف، الفتاه اليابانيه لا تعاكس في الطريق الا برضاها، اما اذا تشكي تقول هذايا اعتدى عليا لفظا يدخل الحبس. بوذيين واحنا مسلمين. الاخلاق في اليابان تدرس من السنه التحضيريه، فلا وجود لماده في التعليم، لا يقراوا لا لغه ولا يتعلموا لا واحد وواحد واثنين وثلاثه، ما يقراوا حتى شيء. ايش يقراوا؟ يقراوا الاخلاق، يعني تحضيري وسنه اولى وسنه ثانيه يتعلموا في الاخلاق، والسنه الثالثه يدخلوا المواد، المواد نفس الماده نفس الضارب، يعني الرياضيات كما الجغرافيا كما التاريخ ضارب واحد، إلا مادة واحدة ضارب 4 وهي الطريق إلى الأخلاق. معناها بالسيف عليك تولي متخلق، شفتوا؟ علاش؟ على خاطر من بعد كي مش تتعاقب. ملاحظة، وقت وضعوا القانون 20 سنة عملوا لهم جراس، 20 سنة ما تطبقش القانون، ما لا حتى تكون الناس، ما تجيش أنت تخرج قانون وتطبقه على شعب جاهل، يلزموا تكوين منطقي. السنة قبل الماضية سجلت اليابان صاحب المرتبة الثالثة في بكالوريا اليابان، الثالث 19.4 معدل. نزوه اللينيم ولا الميدسين ولا وين تحبوا نزوه؟ ولا بوليتكنيك هذايا؟ لا، اش عملوا له؟ راسب يعود عامه يا ولدي، خلي اجورني مؤجل، لا لا رفوزيه،
واللي عنده 9.5 أجورني. عليه سألوا رئيس الوزراء قالوا له شعمل؟ قال لهم لقد قام خلال السنة بشتم أستاذته، ونحن نرفض أن يكون لدينا أساتذة أو علماء أو أطباء أو قضاة أو مهندسين عديم الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. قانون بالنسبة لهم، القانون هذا يعتمد أساسا على التواضع. احنا لو كان نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها، سألها أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أما تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت له لقد كان خلقه القرآن، قرآن يمشي قدامك. اللي حب يتبع السنة النبوية ليست بالمظهر فقط، مطلوب المظهر، لكن مش يمزين من البرش نحوالك من داخل. اللي يعتمد على المظاهر أهو وين وصلنا، وهو ما اعتمدوا على الداخل أرى وين وصلوا. وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، إنما ينظر إلى قلوبكم. قلوبنا اللي مليانة غل على بعضنا، نحن أبناء وطن واحد، ساعات نفس العائلة، ساعات أخوات ولاد أم وبو، 40 سنة ما نتلقاوش، وتحب تحكي على مجتمع، تحب تحكي على تكوين دولة، تحب تحكي على مستقبل، والشعب من داخل ماكل بعضه. احنا عنا دعاء ربنا لا تدع في قلوبنا غل للذين آمنوا، ايه عاملين بيه في نفس الصف في الجامع، لو كان تدخلوا تحل على قلوبهم تلقاهم يغسلوا على بعضهم، وتحبنا ننشحوا. بالنسبة لهم التواضع شرط أساسي. التليفون وقت انت تحطوا سيلانسيو ما تلقاش سيلانسيو في اليابان، اش تلقى؟ هذا وضع المتخلق. معناه لو كان ينوقز نقوز في وسط ريونيون ولا في بلاصة يغزروا لكل، اش معناها؟ مش متخلق يا ولدي، تخيلتوا العملية ولا مش يتعاقب السيد؟ نقوز ينوقز في ريونيون وثم على العلامة هذية يجي يدخل حبس. بالنسبة لهم التواضع ركن. هذا رئيس الوزراء الياباني السابق شبيه يتنقل على دراجة عادية، عليه ممنوع ما يهزش سيارة الإدارة إلا في ظروف استثنائية. أكثر من ذلك، رئيس الوزراء في سنة 2008 قدم مجموعة من المطالب باش يستعمل رئيس وزراء باش يستعمل سيارة الإدارة، يزمو يطلب مطلب ويقبلوا الشيف دو بارك. الشيف دو بارك رفز له 14 مطلب في العام. ليه؟ ما ممنوع عليك ما تهزش خاطر لا ما هيش جوستيفي، مش هذية، لا ما عندكش الحق فيها الكهرباء. السيد هذا يسكن في دار 60 متر مربع، ما عنده حتى خدامة، يخدم وحده. علاش؟ على خطر عاملين سيستم طيارة ياسر في البيمون، وقت يخلصوا أي موظف، أي سيدي انتي تحب شهريتك 6 ملايين ونزيدوك 4 ملايين فيهم ضوك وماك وتليفونك، اختص فيهم وطلع، تحب تفضل فضل، أما مش نخليه لك كل شيء محلول، تعمل لي إهدار طاقات شعب. واضحة الفكرة ولا؟ ما كنت يزير نعطيك أنا أهم فورفيتير 4 ملايين 5 ملايين 6 ملايين، هيكو ما ماكلتك وفطوراتك وعشاواتك اللي مش تعشي بيهم زادة ليزينفيتي متاعك، ها؟ كل شيء. والدولة ما هيش مستقبلة للأمور الإضافية، على خاطر سهل ياسر باش تجيب لي فاكتور فيرتويال. واضح؟ مهاتير محمد فاجأ الناس في بعد 23 سنة ماليزيا تنتقل من المرتبة 146 إلى المرتبة 9. جاء قال لهم إني أقدم استقالتي نهائيا من الحياة السياسية. قديش عمره؟ 78 سنة نهارتها، معناها في عز شبابه هكا ولا؟ خاطر ثم جماعة مازالوا صغار.
هكول ايه وش قللهم قللهم بالنسبة لي أنا أعتذر لقد قمت بأخذ مرتبات 23 سنة على غير وجه الحق. عليه خطروا يأكل ويشرب وتليفون وكل شيء على حساب الدولة، فلم أحتاج إليهم واستثمرهم هو في شركات جابوا له 3 مرات شعمل، فإني أعيدها بالتمام والكمال بالمرابيح متاحة لميزانية الدولة، أخاف أن أسأل عنها يوم القيامة. هذم اللي ربي ينصرهم، واضح. بالنسبة لي لهم الوزير هذايا يدخل ربع ساعة قبل الوقت متاعه، تعرف الواش كيف وكيف الوزراء الكل كيف وكيف جميع المديرين شو يعمل؟ يقوم بتنظيف مراحيض الوزارة لأن سيد القوم خادمهم، يعني مراحيض الوزارة ينظفها وزير ومراحيض القصر الإمبراطوري ينظفها الإمبراطور. عجب، شكون اللي خرج القانون هذا؟ الإمبراطور هيروهيتو. ناش قاعدين تتخيلوا في مدى الحركة اللي قام بها؟ تصور واحد كانوا يقتسولوا طيح الهيبة متاعه، جاءوا سألوه قالوا له لقد قمت بتدمير صورة الإمبراطورية، قال لهم أن أحكم شعبا متخلقا عالما خير لي من أن أحكم شعبا متمردا جاهلا. العدوى وصلت لهولندا، العدوى وصلت لبريطانيا، رئيس الوزراء البريطاني كاميرون ما يتنقلش بالسيارة ولا عجبته الفكرة وأقروا دستور اليوم بريطانيا على شنو يتنقلوا؟ يتنقل على المترو. هي وقت يجي يركب في المترو شو يعمل؟ يفرغوا له فيقون على ذمته؟ لا، ويقص تذكرته، يقص ويشد الصف، يشد وقت يطلع من يلقاش بلاصة شو يعمل؟ يقعد ويقف. أو كتشوفوا هنا الناس اللي راكبين بحذاه مش جاءوا قالوا لا والله لا صارتها سيد الوزير، تفضل تفضل ويصير هكا، ما مش هوني مطفينه خارج الموضوع. علاش؟ لأنه جاي مش يخدم خدمة ويمشي على روحه، ما ثماش هيك القداسة، خطر القداسة هي اللي تصنع الدكتاتور، الدكتاتور تصنع بالقداسة اللي انت تعطيها له، هو في الأصل إنسان عادي. أما كيفما انت مش يتدربه تدريبه النفس، نفس الشيء نلقاوه للأوراغواي، أما مش نفس الشيء نلقاوه في الدول المسلمة. السيد شو اسمه؟ أمير المؤمنين، الآخر اسمه خادم الحرمين الشريفين. إيه؟ الولد متاعه ولي العهد، كيفاش ندربوا له النفس متاعه؟ 6 سنين القادة الكل تبوس له يده، ويا ويلو يا طول ليلو اللي ما يبوسلوش يده، يجم حتى يتعدم. تخيل انت هذا حاكم غدوة يتربى من الصغرى متاعه اكبر العلماء، الاستاذ متاعه معلم، وقت يجي يقريه يبوسلو يده، وتحبوا يتعلم؟ واضح تدريب النفس، تحبوا يحس بمشاغل الأمة. السيد هذايا تشوفوه هنا متملح، عمل وحده صناع درجيحة وهزز فيها زوز صغاره ولبسين عادي، شكونه؟ المدير التنفيذي العام لشركة سامسونج، يعني شهريته 600,000 دولار في اليوم في الشهر. واضح التواضع. شكون هذوما؟ هذوما الرؤساء المديرين العامين في الشركات في اليابان، شبيهم يمسحوا في صبابة الموظفين الجدد، معناها موظف جديد أول نهار وقت يدخل شكون يلقى؟ يلقى المدير العام متاعه يمسح له في صباته. عليه احنا وقت يجينا أول نهار نمسحوه في القاعة كيما الصبات، على خطر بالنسبة ليهم تدريب النفس يعني أرى شوف أنا نمسح لك صباتك باش يكون نظيف، شي يقول له في آخر الحوار؟ نحبك،
كيما صباتك نظفتهولك انت تنظف قلبك وتنظف يديك. هذا هو المساج اللي بعثوه. واضح لتطبيق القانون، القانون فوق الجميع. تدخل في نزل في اليابان، تدخل في نزل في اليابان يلقاو أنك أنت مسلم، شي يعملوا لك؟ يعطيوك سجادة، يعطيوك بوصلة، يعطيوك كتاب قرآن هدية، إيه؟ ويحطوا لك مكان وحدك في المطعم بدون خمر، وينبهوك لوجود المأكولات الغير مذبوحة حلال واللي فيها الخنزير. يقول الحق سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاته الكريمة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لو كان يدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا ش عملته في الأخلاق، هذه أخلاق المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. الركن الثاني حب العلم. العلم أحد الغرس في قلوب الأبناء بتاعنا، كره العلم من كثر حب صغار للتعليم والقراية. آخر النهار في المدرسة يحطوا كرس ويقطعوا كتبهم. كل هذا اللي تخيل بين يصير في الزلزال في البلاد، وبين إنه مثلا ليش انتحار، ولا يطلب يصير زلزال وإنه مرتاح بصباح رياضات. لو كان يطلب يصير ثورة في البلاد كره. بالنسبة لي لهم الياباني يطالع في السنة 1250 صفحة، التونسي 2.5 صفحة. معناها اللي طالعوه احنا في 600 يوم الياباني طالعوا في نهار. وتحبنا نكونوا كيف كيف؟ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرق كبير. احنا من المفروض أمة اقرأ التي لا تقرأ. احنا من المفروض أول فرضوا علينا الله سبحانه وتعالى اقرأ، وبالرغم من ذلك ما نقرأوش. من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، ومن لم يتعود صعود الجبال يعش أبدا الدهر بين الحفر. الفائدة مش أنك عندك شهادة، على خاطر للأسف اليوم نحن بصدد صنع شهائد وهمية. دليل، هات ناخذ واحد سنة ثالثة هنزة، نسألوه على أنت احتوى هكا سنة ثالثة هنزة، ونعديه له ونقول له مش ناخذه من وقتك ساعة، مش تعدي امتحان سنة أولى. كانوا خذا 23 بوبي هكا ولا؟ وكان نعديه له البكالوريا من الأول جديد تو. مش مازلتوا تتذكروا؟ سمحني، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. مشكلة كبيرة ياسر. هل أنك أنت مطالب؟ ريتو إحنا شو نعمل في تونس كما المنظومات التعليمية الكل اللي في العالم العربي؟ إحنا بضاعتكم ردت إليكم، نبومبارديوكم بمعلومات، 50,000 كتاب، 50,000 ورقة، إيه؟ باش ما يقعد لك حد شيء. المهارات آخر حاجة نخموا فيها، القدرات آخر حاجة نخموا فيها. بالنسبة لليابان مباشرة بعد الحرب خرجوا وين قراوا؟ قراوا على الأنقاض. اليوم اعترافا لذلك ثم مدارس تقليدية في اليابان. علاش؟ الناس ما تتنكرش لتاريخها. بالنسبة لي لهم الياباني وقت يمشي يقرأ الكرتابلة متاعه 3.4 صفحة كيلو. كرتابلة في وسطها أورديناتور صغير ودي فلاش ديسك. معناه إن با دو بروبليم تاع دي ماتير. بالنسبة لينا عندي بنتي سنة دخلت تقرأ، عاد حضرت لها كرتابلتها وحطيتها فوق الميزان فوق البسكولة 18 كيلو نص. بعد نحيت الكرتابلة رميت البنية 22 كيلو، معناها 22 كيلو تكركر فيه 18 كيلو نص. الواشة بجيتني في التريميسة الأولى أدواتها كلها مقطعة وكرتابلتها مقطعة، وفي الأخر ما فهمت شيء.
بالنسبة للياباني يتعلم من الأول الانتراكتيفيتي. إيش معناه؟ معناه التعليم عندهم هو الانتراكتيفيتي. ما فماش أستاذ يقري درس. يعني مثلا سنة خامسة ابتدائي مثلا درس مش يقرأه على العين. إيه؟ يقول له أوكي درسنا على العين. الجمعة هيك كلهم يحضروا وبعده تيراجوا صور. شكون مش يقدم الدرس؟ تلميذ. وشكون اللي مش يناقشوا؟ التلامذة. بل المعلم مش يعمل؟ يقيدي. يسيرفي. الواه يحبوا قيادي من الأول. يحبوا عنده قدرات. مش السيد تيف ترافاي دو فان ديتود ولا دكتوراه ديتا قدام الجوري أول مرة يوقف يرعش. هكا ولا؟ أول مرة يوقف قدام جوري مش يقدم حاجة. يقول تحبله 15 يوم وهو يحضر في روحه ويعمل فيه دروس ويحضر في روحه والاتصال والتواصل وكيفاش يلقي الكلمة. وقتاش هذايا؟ بعد ما كمل كاريره من المفروض. بالنسبة لي لهم التعلم أو كتشوفوا هنا كل شيء بالبراتيك. شفتوا هناك فيش يعلمون احترام ريتو والخط المستقيم. مش يقول له أوكا مستقيم هكا، لا يزمو الدول سنتير يحسوا. واضح؟ شفتوا كيفاش معناها الخط الخيط وهما شادين اون مانيت يمشيوا باش يفهم اش معناها مستقيم. قادر وقت تقول له امشي هكا يمشي هكا صغير وما يفهمش. ما يفهمش معناها مستقيم. الدول سنتير يزمو يحسوا. بالنسبه لي لهم في اليابان يتعلموا كلمه نجاحك هو نجاح اليابان وفشلك هو فشل اليابان. التلامذة اللي عندهم مشاكل يلوح ورقة على صاحبه، يجبد شعار صاحبته، يعمل حس في القسم. يحولوهم في كل مدرسة في كل كلية فما قسم مختص، مش طبيبة، أخصائي نفسي، بسيكولوج مش بسيكياتر. لويشة لكي يتناقش يحلوا المشكلة من الصغرى، مش يخليها حتى تكبر. من الصغرى يحلوها، يتعلموا ياكلوا مع بعضهم. ممنوع في اليابان أنك تجيب لمجة، ممنوع أنك تجيب فطور. عليه على خاطر الغني مش يجيب سبيغاتي فروي دمير، والفقير مش يجيب خبزة يابسة بيتا معها زيت مخلط معها طرف سردينة ولا طرف هريسة. شي ترتب هنا الفقير يولي يكره ويحقد على الغني، والغني يولي يحقد ويمزبل الفقير. وهما شي يحبوا يعملوا، يحبوا يخلقوا مجتمع مش يفرقوا بيناتهم الصغرى، فيتربيهم الصغرى على المحبة. كان تشوفوا حتى الفريق المتكون من مختلف السنوات، سنة أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة ابتدائي. لويش؟ لربط الأجيال. يعني فرصة بالنسبة لهم باش يربطوا بين مختلف الأجيال. وبعد وين يأكلوا؟ يأكلوا في القسم. وقت يجيوا يأكلوا شي يعملوا؟ يعطيوهم لبسة بيضة. لويه مش يتحاسبوا من بعد كل واحد نظيفة البيضة عمتاعه ولا لا. ملاحظة، راهم يأكلوا بزوز عصية. مش انتي مهندس وانا طبيب واليوم عنا ناش مش تحضرونا سبيغاتي باهي انتي تاكل تخرج كلك مبقع هكا ولا؟ يعني بالنسبة لي لهم من الصغرى يتعلموا الانضباط، يتعلموا الهندام، يتعلموا النظافة، يتعلموا هنا يقصوا ظوافرهم، يغسلوا يديهم، يتعلموا قواعد استراتيجية. وبعد القيلولة وين تصير؟ في القسم. علاش؟ يحبوا يربطوا بين القسم وبين اللحظات السعيدة. على الخطر يحبوا التلميذ واللي يحب المدرسة، يحب القسم. هنا بالنسبة لهم وين مش يكون؟ مش يكون عندهم بالنسبة لهم هنا على مستوى بالنسبة لنا مش نلقاو هنا، يحطوها في الوضع الجانبي الأمان position lateral de sécurité، وهو الوضع الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت واحد مش يرقد يرقد على الشق الأيمن. علاش؟ على خاطر وقت ترقد على عين قفاك يصير لك سقوط اللسان، تختنق به ويصير لك رجوع السوائل فتسجلوا حالات وفيات. فهما يعلموهم الصغرى الانصياع لذلك. ثم وين يحطوهم يرقدوا؟ في اليابان راهو على اللوح. سألوا رئيس الوزراء قالوا له ما لقيتوا لهمش بلاصة مخير. قال لهم احنا شعب مهدد بالكوارث، لو كان نعلموهم بالوات وريش النعام غدو وقت تصير زلزال شي يعملونا؟ يصير لهم احباط نفسي. اخشوشنوا فإن الحضارة لا تدوم، ولكي يعلموا أنه سوف يأتي يوم يحملون فيه على الألواح فلا يتكبروا على الناس. شكون اللي يتكلم؟ بوذي.
شفتوا فهم المعايير الإسلامية وين؟ بالنسبة لهم يتعلموا قواعد استراتيجية، فشكون ينظف المدرسة ينظفوها التلامذة، شكون ينظف المراحيض الأساتذة. بالنسبة لهم نظافة البيئة قاعدة استراتيجية، هذه كيفاش يوقع على الروزاج متاع الكياسات متاعهم. بالنسبة لهم نظافة البيئة ركن أساسي. بالنسبة لهم سئل عن سر التطور التكنولوجي في اليابان فأجاب: لقد أعطينا المعلم راتب وزير وحصانة دبلوماسي وإجلال الإمبراطور. التلامذة وقت يجيوا آخر العام باش ياخذوا شهادتهم يغسلوا سقين أساتذتهم. كاد المعلم أن يكون رسولا. احنا المعلم اليوم يتهان ويتسب ويعني يحطوه في معناها في الحضيض للأسف. بالنسبة لألمانيا جاءوا الأطباء، خطر أعلى مرتب هو المعلم والأستاذة، جاءوا سألوا الأطباء والقضاة قالوا لها: نجموش نوليو فرد مرتب احنا وياهم. قالت لهم: تريد أن نسويكم بمن علموكم؟ تحب أنت وسيدك تقبض كيف كيف؟ سيدك اللي رجعك طبيب تحب تقبض كيف كيفه؟ شفتوا المعايير والمفاهيم مختلة تماما. بالنسبة لهم يتعلموا حب التعلم. بالنسبة للياباني وفرت له الدولة اليابانية 800 مليون كتاب. لواش 800 مليون كتاب؟ 800 مليون كتاب باش يقرأ في الطريق في أي بلاصة وين يلقاهم؟ مكتبات. 800 مليون كتاب هذوما قديش يضيعوا منهم في العام؟ 11,000 كتاب ما يرجعوش، يزوم لديارهم وما يرجعوش بهم. 11,000 كتاب هذوما بالنسبة لهم الياباني حيث متخلق يبعث رسالة اعتذار وطلب خلاص الكتاب هذاك. قديش تلقات على 11,000 كتاب؟ 44,000 رسالة. عليه ثم 33,000 رجعوا الكتب ولكنهم رجعوهم بقعين مقطعين شوية، وذلك لا يليق بمن يحافظ على الأمانة. ثلاثة أركان الأخرين نكمل بهم. بالنسبة لنا الركن الثالث الإخلاص في العمل، الركن الرابع الرقيب الضمير، والركن الخامس العمل الجماعي. في اليابان الشاب وقت يخرج في وسط معناها الطريق مثلا محطة متاع مترو ويلقى رجل كبير مسن وما لقالوش بلاصة وين يحطه، واضح؟ هنا بالنسبة لنا احنا شعب اعتمد على الخمسة قواعد هذوما أكيد جدا أنه مش يكون عنده قدرة كبيرة ياسر باش ينجح في المستقبل.